هنبدأ مع حضراتكم بالأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وأشاد سيادته بالعلاقات الودية التاريخية اللي بتربط بين مصر وسلطنة عمان، واللي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات. امبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اطلع على الموقف الخاص بمراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، أيضا ترأس اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي وقال إنه الدولة بترحب بأي أفكار خارج الصندوق وأي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار. تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، ورحب الرئيس خلال المباحثات بشقيق السلطان هيثم بن طارق ضيفاً مكرماً على مصر، وأشاد سيادته بالعلاقات الودية التاريخية اللي بتربط بين مصر وسلطنة عمان اللي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها. وامبارح تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق أرفع الأوسمة في البلدين احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اطلع على الموقف الخاص بمراحل تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وكمان تعرف على الآليات اللي بيتم تنفيذها من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي في إطار تفعيل تطبيق التكنولوجيا الطبية اللي بتستهدف تحقيق الإدارة الفعالة لمختلف الأصول والأجهزة الطبية ورفع كفاءة الموارد المتاحة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي، وتم استعراض القرارات الأخيرة اللي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأسبوع الماضي وخطة تنفيذ هذه القرارات، وقال رئيس الوزراء: نرحب بأي أفكار خارج الصندوق وأي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار ستكون محل دراسة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وقال مدبولي إن التعديلات اللي بتقترحها الحكومة بتأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح بين 100 ل 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، واللي بيستفيد منه ما يقرب من 35 مليون شخص موزعين على 8 مليون بطاقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي قائد القوات البحرية الملكية السعودية خلال زيارته الرسمية اللي جرت مؤخراً لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري والاستفادة من القدرات البحرية الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين. وفي ذات السياق التقى قائد القوات البحرية اللواء ركن عبد الله حسن الصليتي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية خلال زيارته لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. تضمن اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين. وبالنسبة للأخبار والأحداث اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، أسوان بتجهز ملف متكامل لتعزيز فرص فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024، وفي محافظة مطروح تم إضافة خطوط سير جديدة بمشروع نقل الركاب. كمان امبارح في المحافظات تم الإعلان عن زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالشوارع والميادين الرئيسية في كفر الشيخ، بالإضافة إلى عودة تحليق البالون الطائر في الأقصر بعد توقفه لمدة 3 أيام. تفاصيل تانية وأخبار أخرى من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، فأسوان أعلنت المحافظة عن تجهيز ملف متكامل يساهم في تعزيز فرص فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024، والمحافظة بتستهدف إبراز المقومات السياحية والبيئية والتنموية والاستثمارية مع إظهار المزايا النسبية اللي بتتمتع بيها أسوان لجذب السائح العربي، خاصة في ظل تفردها بالتنوع في الحضارات والثقافات اللي شهدتها أسوان عبر العصور. في مطروح أعلنت المحافظة إضافة خطوط سير جديدة بعدد من المناطق في المحافظة بمشروع نقل الركاب للتيسير على المواطنين، وتمت الموافقة على تشغيل خط مرسى مطروح لقرى البنجر بمدينة الحمام، وكمان إضافة خطوط داخلية بمدينة العلمين، بالإضافة لتشغيل خطوط لخدمة أهالي مطروح والمصيفين داخل مدينة مرسى مطروح. في أسيوط بيتم استكمال أعمال التطوير والتجميل بالمراكز والأحياء وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين، وده ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل اللي بيتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء. في الغربية تم تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بقرى دفرة مركز طنطا وشنراق مركز السنطة والدلجمون مركز كفر الزيات، وده في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً. في كفر الشيخ تم زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع والمدارس ومراكز الشباب، ودلوقتي بيتم زراعة 40 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في الأقصر شهدت سماء البر الغربي عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقفها على مدار الثلاث أيام الماضية لظروف الطقس وشدة الرياح، وامبارح خرجت 50 رحلة على متنها أكثر من 1400 سائح من حول العالم. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تأهيل 8 معامل مياه شرب وصرف صحي للحصول على شهادة الأيزو، وبتشمل المعمل المركزي للمياه والمعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي ومعامل مياه طما وطهطا وجهينة وجرجة ومعمل صرف صحي جرجة بتكلفة تقديرية 2.4 مليون جنيه. في الإسكندرية بيتم تنفيذ مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق حي شرق استجابة لمطالب المواطنين المتزايدة من أجل انتهاء مشكلة الزحام بالمنطقة، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف بالشارع 40% حتى الآن.